يقول: ما حكم من دخل مكة غير محرم مع العلم بأنه أدى عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ودخل بها غير محرم، فما حكم ذلك أفادكم الله؟ السؤال من قسمين، القسم الأول جاء إلى مكة يريد العمرة ودخل غير محرم، هذا لا يجوز له، يجب أن يحرم، أن يحرم من المكان الذي نوى منه. إن كان مر بالمواقيت، أحد المواقيت، يحرم من الميقات الذي مر به، وإن كان دون المواقيت، إن كان دون المواقيت نوى العمرة دون المواقيت فيحرم من المكان الذي نوى منه، من المكان الذي نوى منه. فإذا لم يفعل وجاء إلى مكة وأحرم من مكة وأدى العمرة فهذا عليه فدية، عمرته صحيحة لكن عليه فدية، لأنه ترك الإحرام من الميقات أو من المكان الذي نوى منه العمرة، يكون عليه فدية جبران عن ترك الإحرام. أما مجيئه من المدينة إلى مكة إن كان نوى العمرة فيحرم من ميقات المدينة، وإن كان لم ينوي العمرة فلا بأس، إذا دخل مكة ولم ينوي العمرة ولم يحرم فلا بأس، لأن الإحرام إنما يجب على من نوى العمرة، وهذا لم ينوي عمرة فلا بأس عليه أنه ما يحرم. نعم.